مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة مع حضراتكم على شاشة قناة النيل الأخبار من القاهرة على الهواء مباشرة للغارة الإسرائيلية على حارة الحراك حارة حريك في الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي استهدفت فيها هذه الغارة الإسرائيلية القيادي بحزب الله اللبناني والمستشار العسكري لأمين عام الحزب السيد فؤاد وشكر. ومستمرون في هذه التغطية مع حضراتكم على الهواء، ويشرفنا بالحضور الأستاذ محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. نرحب بك أستاذ محمد، شرفتنا. بداية، يعني كيف تنظر إلى هذه الغارة؟ هل الغارة جاءت متأخرة كما يرى البعض، أم جاءت شكلية كما يرى البعض الآخر؟ هل الغارة تمهد لتصعيد حقيقي، أم تأتي في إطار جهود يمكن بها منع التصعيد كما يعلن دائما الجانب الأمريكي؟ هي الغارة التي حدثت منذ قليل على منطقة حارة حريك، وهي أول مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، تدل من حيث توقيتها، من حيث طبيعتها، على وجود إرباك كبير داخل الحكومة الإسرائيلية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه منذ يوم السبت الماضي كانت توقعات أو التهديدات الإسرائيلية، سواء بحرق بيروت، سواء بتهديم، سواء باحتلال جزء من الجنوب اللبناني ونقل الشريط الأمني إليها من بدل من أن يكون في شمال فلسطين، كان هناك تهديدات كبيرة جدا، وعلى أساس حددت مواقيت للضربة، السبت ليلا، الأحد ليلا. الآن يعني حدثت هذه الضربة، فيها إذا نظرنا إليها من شكل تحليلي، أولا استهدفت القيادي في حزب الله الميداني المستشار العسكري، وما فيش معلومات مؤكدة حتى الآن فؤاد شكر. صدرت معلومات نقلا عن حزب الله أنه نجا من الضربة، مع أنه سقط شهيدين من المدنيين. الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل، يعني صحيح أنها استهدفت قيادي في حزب الله وقيادي ميداني مهم، لكنها أيضا أنها قصفت منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان حزب الله قد حذر منذ يومين بأن استهداف بيروت أو استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، الضاحية الجنوبية لبيروت هي معقل حزب الله وخزانه البشري، فأنها سترد على تل أبيب والقدس، في بيان رسمي لحزب الله في هذا المعنى. إسرائيل لوحظ أنها بعد تنفيذ هذه الضربة قالت الهجوم انتهى، ونأمل أن لا يرد حزب الله. كل الاتصالات تصب الآن من دولية وإقليمية على المسؤولين اللبنانيين، من رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، وزير الخارجية، تصب على التدخل لدى حزب الله في عدم الرد، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. ولكن كما علمنا يعني أنه حزب الله أقفل سماعاته، فهو لا يرد على أي، ويعتبر أن هذا عدوان وليس ردا على صاروخ مجلس الشمس. سؤال آخر سيد سعيد لو أذنت لي، هل يتناسب هذا الرد مع الصاروخ الذي أطلق على مجدل الشمس، وقيل في أحد التحليلات هو الصاروخ الذي انتظره نتنياهو، بمعنى أنه انتظره لإشعال هذه الحرب؟ نعم، هو هذا الصاروخ أصلا لم يطلق من يعني مزارع شبعة به حزب الله مجدل الشمس. أعتقد يعني حسب التحليلات كمان والتي جرت التحقيقات، أن هذا الصاروخ كان منطلقا باتجاه مركز إسرائيلي يبعد 4 كيلومتر عن مجدل الشمس، ولكن القبة الحديدية أطلقت صاروخا في مواجهته اعتراضيا مثلا، اعتراضية، فبالتالي حصل التفجير وسقط ولكن استغلت إسرائيل واستغل نتنياهو هذه المسألة ليسقط مسؤولية إطلاق الصاروخ على حزب الله. نحن بنعرف أنه من عشرة أشهر المعارك مستمرة، يعني حزب الله تسبب بتهجير نحو 100,000 مستوطن من شمال فلسطين، حزب الله تسبب بمقتل وجرح عدد من الجنود في شمال فلسطين وفي مراكزهم،
لكنه لم يستهدف أي مدني. كل هذه يعني المعارك التي دارت كانت كفيلة بأن تعلن إسرائيل أنها يعني تريد أن تهاجم لبنان لإعادة مستوطنيها، تريد أن تهاجم لبنان للسأر لضباطها أو جنودها اللي جرحوا أو قتلوا، ولكنها أعلنت بموضوع مجد الشمس، صاروخ سقط في مجد الشمس. هل هي يعني بهذا الحرص على بلدة عربية محتلة في الجولان أهاليها؟ طيب هنكمل مع حضرتك كمان قليل الأستاذ سعيد، ونستأذنكم الآن مشاهدين الكرام في الخروج إلى فاصل قصير. من جديد لحضراتكم التحية، متواصلون معكم في هذه التغطية، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أستاذ محمد، يعني أثناء زيارة نتنياهو قبل عدة أيام للولايات المتحدة الأمريكية، قال بايدن إن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ليست حتمية. اليوم رد الخارجية الأمريكية بعد هذه الضربة بتقول في نواصل التركيز على الدبلوماسية ونسعى لتجنب أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله. حقيقة الموقف الأمريكي من هذا التصعيد، لأن البعض ترجمه بأنه هذا تصريح يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن توفر غطاء عسكريا يسمح بالتوسيع مع حزب الله، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ يبدو أنه دقيق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وكما تم تسريب بعض المعلومات من البيت الأبيض حينما زار نتنياهو الرئيس بايدن، بأن نتنياهو سأل الرئيس الأمريكي لماذا أنت تقف ضد توسيع الحرب على أدوات إيران في المنطقة كحزب الله وغير حزب الله، فكان رد بايدن أي توسيع لهذه الحرب سوف يقدم هدية ثمينة للرئيس الروسي بوتين. معنى كلامه أن توسيع الحرب يعني يجعل أمريكا مضطرة لتشارك فيها كي لا تصاب إسرائيل بخسارة أو بنكسة كبيرة. الرئيس بوتين أو روسيا سوف تستغل هذه المسألة لتحقق إنجازات إضافية في أوكرانيا. يبدو أن التصور الأمريكي لاشتعال المنطقة، خاصة إذا تحولت هذه الحرب وتوسعت بلبنان تحولت إلى حرب إقليمية، فهذا معناه أنه يتضارب مع الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة. حسابات أمريكا تجاه المنطقة يبدو أنها تختلف عن حسابات يعني الحرب الدائمة والمستمرة ومن دون هدف التي يقوم بها نتنياهو. هو نتنياهو لما سافر على أمريكا بالواقع استغل هذه المسألة لكي يعملق، يحاول أن يعملق دوره، يحاول أن يثبت نفسه يعني كزعيم إسرائيلي قياسا على باقي الرؤساء الذين سبقوه. تحدث عن نقطتين أساسيتين في الكونغرس الأمريكي، وهو الذي فشل في تحقيق أي هدف سياسي في غزة. النقطتين، النقطة الأولى أنه سوف يسيطر أو يريد أن يسيطر على كل فلسطين لأنها إرث أجداده وأبائه كما زعم. النقطة الثانية أن إسرائيل يجب أن تكون رأس الحربة في مواجهة إيران وأدواتها في المنطقة، وهو لذلك يدعو ويطالب بتشكيل حلف إبراهام وسماه بالاسم، حلف إقليمي دولي يساعده على هذه المسألة. إسرائيل نتنياهو يريد من هذه من هذا الشيء أو هذا الطرح أن يعني يتملص من أي اتفاق لوقف إطلاق النار داخل فلسطين، وبالتالي أن يطيل من أمد وجوده ومن أمد دوره على رأس الحكومة الإسرائيلية. الأمر الثالث أنه يريد أن يتخلص وينسحب من أي صفقة لتبادل الأسرى. كل هذه المسائل أرادها يعني تكلم عنها نتنياهو، وهو كان لا يزال في أمريكا حينما ابتدأ بتنفيذ خطوات على يعني قاعدة هاتين النقطتين. الخطوة الأولى هي تكثيف المجازر في غزة، وبالتالي خلال الثمانية أيام الماضية سقطت 300 قتيل، 300 شهيد في غزة خلال 8 أيام، فكثف مجازره هناك
ودمر مثلا انبوب الماء الرئيسي في رفح، وانطلق لتحميل حزب الله مسؤولية الصاروخ الذي سقط على مجدل شمس، علما أن هذه البلدة هي بلدة عربية وتتبع سوريا، وهي قامت بعدة انتفاضات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكمان يعني رفض معظم أهلها الجنسية الإسرائيلية لغاية اليوم. فمش يعني من غير المعقول أن حزب الله يقصف هذه البلدة، وهو الذي امتنع عن قصف المدنيين. هو التفسير المنطقي زي ما حضرتك قلت أنه سقط الصاروخ نتيجة اعتراضه طبعاً. في هذا المكان طبعا، ولكن هذه يعني الأكاذيب التي يطلقها نتنياهو منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. للأسف الإدارة الأمريكية يعني تسير معه في هذه الأكاذيب وتتبناها أحيانا وتبني عليها، وبالتالي الآن تقول أمريكا أنها لا تريد حربا موسعة. لماذا دائما وحتى مع لأنها تتناقض مع حساباتها مع الرد الإيراني والعملية الإيرانية والرد الإسرائيلي، يعني يتكرر مثل هذا الكلام. بعض التقارير الآن تشير سيد محمد إلى أن إسرائيل تتواصل مع مسؤولين لبنانيين للاتفاق على رد شكلي يخدم هيبة وشكل نتنياهو، لكن بشرط عدم رد حزب الله زي ما حضرتك أشرت منذ قليل، ويكمل هذه الرواية أن هاتف حزب الله لا يرد. هل هذا الكلام ممكن يكون منطقي بيتكرر طيلة الوقت منعا للتصعيد؟ يعني كان اللبنانيون يترقبون الضربة الإسرائيلية بعد موضوع مجدل شمس وحسب التهديدات والتصريحات الإسرائيلية. الآن جاء دور الإسرائيليين يترقبوا رد حزب الله على الغارة التي حصلت في بلدة حارة حريك. يعني إسرائيل صحيح أنها قالت أنها قامت بغارة مدروسة واستهدفت أحد القياديين الميدانيين في حزب الله. الآن أعتقد أن حزب الله سوف يقوم بضربة مدروسة أيضا، توقيتها غير محدد، ولكن أن يقوم بضربة مدروسة وبعدها يقول يعني لنعد إلى قواعد الاشتباك. طيب في حال التصعيد وبدلا من ضربات مدروسة وضربات شكلية والعودة لقواعد الاشتباك أو تغيير قواعد الاشتباك، في حالة التصعيد كسيناريو من السيناريوهات، تتصور أن الاعتماد الإسرائيلي هيكون على غارات جوية صاروخية دخول بري؟ يعني إيه السيناريو الأقرب لو إسرائيل تهورت؟ إسرائيل وضعت سلسلة مشاريع ومخططات ضد لبنان، وتمت الموافقة من المستوى السياسي والمستوى العسكري على كل هذه المخططات، ولكن بالنتيجة بالنهاية إسرائيل يعني في حساباتها أنها لا تستطيع أن تقوم بحرب موسعة في لبنان. السبب في ذلك أنها لم تستطع أن تحقق أي هدف سياسي في غزة، فكيف ستحققه في لبنان مع الفارق ما بين المنطقتين وما بين نوعيات السلاح بين المنطقتين؟ هناك إسرائيل تعرف تماما ماذا يوجد عند حزب الله من أسلحة، وبالتالي إذا ما تحولت المسألة كما هددت إيران بالأمس واليوم وكما هدد الحوثيون بالأمس واليوم، إذا تحولت إلى حرب إقليمية، فإسرائيل كيف سوف تستطيع أن تواجه هذه الحرب الإقليمية إذا لم تضمن أولا التدخل الأمريكي والمشاركة الأمريكية معها في هذه الحرب؟ الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وهي داخلة في انتخابات الرئاسة وفي السباق نحو البيت الأبيض، وبالتالي فإن لها حسابات معينة، حتى تجاه إيران لها حسابات تختلف عن يعني عن وصفها أو عن توصيفها من قبل نتنياهو بأنها العدو الأول ومحور الشر وإلى آخره. الولايات المتحدة الأمريكية هناك حوار يجري دائما وبشكل مستدام ما بينها وبين إيران بواسطة إحدى الدول العربية وغيرها، من أجل يعني الوصول إلى نقاط مشتركة حول قضايا معينة، منها المفاعل النووي ومنها أموال إيران في الخارج المحتجزة وعدة أمور أخرى. المسائل واليوم مع وجود الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، أعلن الرجل أنه يسير باتجاه الحوار سواء مع دول الجوار الدول العربية أو مع الدول الإسلامية أو مع أوروبا. تمام، خلينا ناخد رأي تاني ونرجع لحضرتك لنفس النقطة اللي هنطرحها مع الدكتور
زكريا حمودان الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الذي ينضم إلينا من بيروت. مساء الخير دكتور زكريا. أهلا، مساء النور. أهلا بحضرتك دكتور زكريا. يعني إذا كنت يعني كونت رأي في كل ما حدث في الغارة الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، كيف تنظر إلى ما فعلته إسرائيل والرد المتوقع، خاصة في ضوء تقارير تتحدث عن موقف إيراني يهدد وموقف إيراني يريد الحوار والتهدئة، وأيضا تقارير تتحدث عن قدرات حزب الله العسكرية، محل مراجعة الآن بالمقارنة طبعا بما حدث مع حماس على مدار 298 يوما حتى الآن منذ 7 أكتوبر الماضي؟ يعني أولا على مستوى العملية التي حصلت، يبدو بأنه هناك فشل على المستوى الاستهداف، فهذه النقطة الأولى. يعني نحن تحولنا من موضوع الهدف العسكري إلى موضوع التوسيع الجغرافي، توسيع مسرح العمليات باتجاه ضاحية جنوبية لبيروت، يشير بأنه نحن أمام توسيع لميدان المعركة من جانب حزب الله بحسب تقديري، وليس معلومات، ولكن بحسب التقدير الاستهداف في عمق الضاحية الجنوبية، بالرغم من أن الهدف هو هدف عسكري، بس ولكن هو استهداف في منطقة في العمق اللبناني. هذا الاستهداف إن حصل ولم يتم الرد عليه كما يجب، فهذا الأمر سيؤدي إلى تحول هذه الساحة إلى ساحة استهدافات مفتوحة للعدو الصهيوني. لا يمكن أن يسمح حزب الله بأن تكون هذه الساحة هي مدار استهداف بشكل دائم في إطار المعركة الغير مفهوم حتى الآن متى ستنتهي. ولكن بالنسبة لسؤالك عن موضوع إيران، أنا أعتقد بأن الإيرانيين أو تناول موضوع إيران في إطار الإمكانية أنه هل تتدخل أو لا تتدخل وما إلى ذلك، أعتقد هذا الأمر هو رهن تطورات أكبر بكثير من ضربة في الضاحية الجنوبية، هو رهن تطورات معركة إقليمية في معركة في المنطقة يعني مستوى الإقليم، ورهن الموقف الأمريكي ورهن حجم الضربات التي تجري. نحن أمام ضرب محاولة اغتيال ولم نكن أمام إعلان حرب من قبل العدو الصهيوني. عند حالات إعلان الحرب ممكن بتقديري أن يحصل تدخل إيراني، يعني هذا أمر بديهي، لأن هناك تشابك في الجبهة بين لبنان والجمهورية الإسلامية، فهذا أمر بديهي يعني. ولكن حتى الآن نحن لم نصل إلى هذا المستوى، ما زلنا في إطار محاولة اغتيال ولكن ضمن ميدان عسكري أوسع، وأنا بتقديري خلال ساعات سيكون هناك رد من قبل حزب الله في مساحة جغرافية أوسع من نعم دكتور زكريا، سيكون هناك رد من حزب الله تتوقعه؟ أتساءل عن السبب، هل لأنه الاستهداف القيادي في حزب الله هو المستشار العسكري لأمين عام الحزب، أم لأنه الاستهداف تم في منطقة مزدحمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أم لكليهما؟ وخاصة بالنظر أيضا إلى فكرة أنه إسرائيل قالت أنه سيكون رد شكلي تأمل ألا يرد بعده حزب الله، يعني في ضوء كل هذه الأمور كيف تتوقع رد حزب الله؟ يعني اولا بالنسبه يعني كما ذكرت لك، بما انه العمليه الاغتيال فشلت فيجب ان ننظر الى البعد الجغرافي. انا اركز الان على موضوع البعد الجغرافي للعمليه، وان الرد سيكون بسبب الاستهداف العمق، استهداف الضاحيه. يعني انت تتحدث عن اعتقد يعني عن قرابه يمكن 100 كيلو عن الحدود، وهذا الاستهداف يعني الاول لقيادي عسكري في الضاحية الجنوبية. الاستهداف السابق كان للشيخ صالح العروري رحمه الله قيادي فلسطيني. خلينا نضع الأمور في إطار العملية التي ستوسع ميدان المعركة بتقديري. على كل حال بشكرك شكر جزيل وبكتفي بهذا القدر دكتور زكريا حمودان الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لحضرتك. وعود الضيف الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. بعض التقارير مؤخرا أستاذ محمد
بدأت تصدر بالحديث عن نوع من أنواع التشكيك في قدرات حزب الله العسكرية. كيف تنظر إلى حقيقة الأمر؟ أنا أعتقد العكس. أعتقد أن هناك أنواع من الأسلحة لم يعلن عنها لغاية الآن حزب الله. منذ عام 2006 وحزب الله يحضر نفسه للمواجهة مع إسرائيل، بما في ذلك الأنفاق، بما في ذلك الصواريخ، بما في ذلك تعزيز منظومته الجوية، بما في ذلك منظومته البحرية، حتى أعداد المقاتلين عنده يقوم يعني ازداد أضعاف ما كان عليه. عدم رد حزب الله على الضربة التي جرت الآن هذا اليوم سوف يفقده يعني مصداقية مثلا، يعني مش مصداقية، سوف يفقده دور كان مؤمل أن يكون أكبر من ذلك. أقول أن هذه الضربة تمت في الضاحية الجنوبية، خزانه البشري ومعقل حزب الله، وهي استهدفت قيادي كبير. فهو قال أن بيروت خط أحمر، قال بيروت وضاحية الجنوبية خط أحمر. أعتقد أنه سيرد لكل هذه الأسباب. في حالة الرد، في أكثر المناطق الإسرائيلية التي ستكون هناك عرضة للرد، سوف يكون هناك يعني أبعد من المعارك التي تجري في شمال فلسطين، أعتقد أنها أعمق، وعندها سوف يعني تنصب كل الجهود والمساعي الدولية والإقليمية على إسرائيل لعدم الرد على الرد. الوضع الآن أستاذي الكريم أن إسرائيل في مأزق على الصعيد الدولي، لم تشهد له مثيلا منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي. يعني تصور بعد اعتراف 3 أو 4 دول أوروبية بدولة فلسطين، وبعد هذا التغيير الكبير في الرأي العام العالمي الشعبي بالجامعات وفي غير الجامعات بالنسبة لإسرائيل باعتبارها دورة عنصرية وإجرامية. تصور أن بالأمس وزير خارجية بريطانيا يعلن عن 3 نقاط، وزير خارجية بريطانيا الجديد في حزب العمال. النقطة الأولى، هناك توجه لوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، هناك توجه للاعتراف، اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، وهناك توجه لسحب تحفظ بريطانيا على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار يعني بالقبض على نتنياهو. بريطانيا هي أول من أيدت ومن ساندت ومن بررت ومن كان لها الدور الأساسي في إيجاد الكيان الإسرائيلي. الآن نجد هذا المتغير الكبير، وبالتالي هذا أمر إسرائيل أو نتنياهو يريد أن يحارب إيران، وبالأمس يريد أن يحارب الأمر. أن يحارب تركيا. نعم، ويحارب هنيجي الموضوع تركيا كمان بعض الوقت، لكن على ذكر إيران مرة تانية ونتنياهو، أستاذ محمد، يعني هل ترى كما يرى البعض أنه زيارة نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية جاءت وكأنها نوع من أنواع التصريح بالتصعيد في يعني المواجهة مع حزب الله وإيران؟ لأنه نتنياهو يعتبر أعلن لأول مرة بشكل رسمي في خطابه في الكونغرس أنه يعني إسرائيل كيان وظيفي يقوم بمهمة بالنيابة عن أمريكا، وحدد هذه المهمة في اللحظة الراهنة بمواجهة إيران. فهل ترى أنه ذهب ليبحث عن تصريح بالتصعيد الحادث الآن؟ يعني نتنياهو قال أكثر من ذلك، قال أنه يدافع عن أمريكا في مواجهة إيران. كما قلت في بداية الحديث، أمران يركز عليهما نتنياهو الآن، لكي يعني أردت أن تسميه الهروب إلى الأمام من الفشل الذي تحقق في غزة. أول أمر الحديث عن كل فلسطين تحت سيطرته وسيطرة إسرائيل. ثاني أمر أن يكون هو المتصدر في موضوع مواجهة إيران. أول أمر طبعا فشل يعني بكل فلسطين وبغزة بعد ما خلص، فكيف الحال مع باقي المناطق الفلسطينية؟ اثنين، موضوع إيران فات أمره، يعني كانت إيران تشكل بعبع للدول العربية أو للدول الخليج العربي. الآن هناك اتصالات وهناك حوارات وتبادل سفارات وكل هذه الأمور. التوجه الإيراني والتوجه العربي الآن في حلحلة لكثير من المشاكل. هو يريد أن يعملق دوره لكي يضمن بقائه ولكي يضمن
يعني أن يضع هو الاستمرار في الشروط حماية المصالح الأمريكية في وأن المنطقة. يضمن الشروط التي يريدها، لإما لوقف إطلاق النار أو لتبادل صفقة الأسرى. هو لا يريد هذه المسائل، يريد أن ينطلق وأن يبقى، لأن الفشل الذي أحاق به في غزة والتغيرات التي تجري على صعيد العالم بالنسبة إليه مأزق كبير. وهناك كما قلت إرباك، يعني حتى الضربة على لبنان اليوم تظهر نوع من الإرباك الإسرائيلي، ما بين من يريد أن يحتل لبنان، ما بين من يريد أن يدمر بيروت، ما بين يريد أن، وثم تكون هناك ضربة صغيرة كهذه الضربة على الضاحية الجنوبية، لها رمزيتها طبعا كضاحية الجنوبية، ولكن أن يقول أنه خلاص انتهى الهجوم على لبنان، هو قال فعلا الإسرائيلي انتهى الهجوم خلاص على لبنان، الإسرائيلية أعلنت ذلك. يعني هذه المسائل كلها أعتقد أن نتنياهو يعني يريد. قلت منذ قليل أستاذ محمد أنه أيضا يبدو أنه في المخططات استهداف ما لتركيا، ويبدو أيضا أنه في يعني استهداف شخصي لأردوغان. ما الهدف أو لماذا هذا الأمر محتمل مع تركيا أيضا؟ يعني عفوا، الجنون العنصري عند نتنياهو يجعله ينطلق نحو كل يعني هو الآن في مشكلة بينه وبين مصر، سواء بالمبادرة التي أطلقتها مصر لإنهاء الحرب، أو سواء في المساعي المصرية المتواصلة من أجل عدم توسيع الحرب، أو من أجل حل يعني إيجاد صيغة لصفقة الأسرى. هناك أزمة بهذه المسألة، هناك أزمة بينه وبين عدد من الدول الأوروبية، هناك أزمة بينه وبين طبعا إيران، ويريد أن يكون هو المتصدر في عملية المواجهة مع إيران. ثم جاءت قصة تركيا وأردوغان. أردوغان يعني ذكر نتنياهو بموضوع يعني أنه كما دخلنا إلى عدد من الدول، سواء منها ليبيا أو سواء منها قرابات، فمستعدون أن نحارب مع موضوع إسرائيل. ردت عليه إسرائيل وقالت له شو صدام حسين شو صار فيه، رد هو عليها وقال هتلر شوفوا شو صار فيه. فإذا هذه المسألة في مواجهة عالمية، يعني إسرائيل تنفرد الآن، أصبحت هي لوحدها في مواجهة تقريبا معظم العالم في هذا التصور، أو في هذه الهجمة العنصرية التي تسير فيها ويسير فيها نتنياهو، مما دعا رئيس أو زعيم حزب العمل الإسرائيلي ليقول أن وجود نتنياهو يهدد أمن إسرائيل ومستقبلها. لا أريد أن أكرر كلاما يعني تكرر رغما عنا في بحث صلب الأزمة الراهنة منذ 10 أشهر، ويعني كنا مضطرون أو كنا مضطرين للحديث في هذه المسائل، من بينها يعني سؤال بديهي وقد يكون غريبا، لماذا تفعل إسرائيل ذلك؟ وأكمل التساؤل سيد محمد، وربما لديها فرصة تاريخية لتسويات سياسية ودبلوماسية مع كل جيرانها أو مع كل خصومها، لماذا تفعل ذلك إذن؟ يعني أنا أعتقد إذا نظرنا إلى وضع المنطقة في ال 15 سنة الماضية، كان هناك مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي تريد أمريكا وإسرائيل، وهو أصلا مخطط أعلنه شيمون بيريز بداية الألفية الثانية. هذا المخطط بالنسبة للمنطقة كان يعطي ضمانات لإسرائيل، كان يجعلها هي المترأسة على كومنولث عبري يضم كل الدول العربية، ولكن هذا المخطط فشل، وكان لثورة مصر في 30 يونيو السبب الأكبر في إفشال هذا المخطط. ثم جاء من بعد ذلك ترامب الذي أطلق صفقة القرن، وكلنا نعرف ماذا تعني صفقة القرن، وفشلت صفقة القرن ولم تستمر. الآن نتنياهو يرى نفسه يعني كل المخططات التي وضعت سقطت، وحتى سياسات الأحلاف التي كانت يحاولون استعادتها واسترجاعها كلها فشلت. طيب عن نتنياهو ماذا يريد يعني بالنسبة لإسرائيل؟ هو انتهز موضوع 7 أكتوبر لكي يشن حرب موسعة همجية عنصرية تدميرية إجرامية على أهل غزة، ولكن ماذا بعد الحرب؟ هو يريد كما قال أن يتشكل حلف هو نسخة عن صفقة القرن، وهذا الحلف يكون عنوانه الأساسي مواجهة إيران.
هذا الذي يسعى إليه في مرحلة ما بعد غزة. ولكن أنا أعتقد أن مثل هذه الأمور يعني مضى عليها الزمن، لم تعد تستطيع أن تمر. لننظر مثلا إلى بعد غزة، موضوع التطبيع مع إسرائيل كيف سيكون مصيره عندما تنتهي الأمور والضحايا وهذا الدمار الهائل وهذا الشهداء، مأساة الحقيقة. من سيستطيع أن يعني يدخل التطبيع مع إسرائيل؟ هذه المسألة. المسألة الثانية، كيف سيكون وضع إسرائيل في حال التطورات العالمية التي نراها استمرت وتصاعدت أكثر في طريق مثلا تعدد الأقطاب العالميين، في المواقف الأوروبية التي نراها الآن، في مواقف أمريكا الشمالية المتعددة التي نراها كمان ونراقبها حتى في أمريكا نفسها. يعني تصريحات كاملة هاريسون أنا برأيي تقلق إسرائيل وتقلق نتنياهو. نتنياهو في الكونغرس تحدث عن مظاهرات الجامعات الأمريكية أكثر مما تحدث عن إيران، ورأى فيها خطر كبير، وأطلق عليهم أنهم يعادون السامية، وطالب، وهذا يعني شيء مستغرب، طالب الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بمعاقبة ومحاسبة مديري الجامعات. تصوروا مقدار هذا القلق الذي ينظر إليه ولم يعد أمامه إلا أمريكا، وبالتالي أمريكا يجري فيها تحولات معينة. هذا هو بتقديري الذي يدفع نتنياهو إلى مثل هذه الهجمة التي يقوم فيها وتحت شعارات مختلفة. طبعا أنا مش من حق أن أنا يعني أقيم كلام نتنياهو بشكل إيجابي، لكن أنا أقصد أنه كان محقا عندما طالب الولايات المتحدة الأمريكية وحكوماتها أو إدارتها بأن تلتفت إلى أهمية المظاهرات ضد الحرب أو العدوان الإسرائيلي، لأنه هو أمر خطير بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل. وعايز أكمل في هذه النقطة، ولكن اسمح لي أن يكون ذلك بعد قليل، بعد أن نتواصل مع السيد الوزير عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق. أهلا بك معالي الوزير. يبدو أننا فقدنا الاتصال حتى يعود إلينا. كنت أتحدث عن حقيقة العلاقة الأمريكية الإيرانية التي تحكم ردة الفعل الإسرائيلي. أمريكا وإيران أثبتت كل التقارير وكل التحليلات سيد محمد أن القنوات السرية تمنع التصعيد، وهناك تفاهم على قواعد معينة في الاشتباك والرد. إذن لماذا تستهدف إسرائيل ما يتجاوز التخطيط الأمريكي لها، أم أن ما تعلنه أمريكا منافي لحقيقة ما تخطط له؟ إسرائيل تخشى موضوع أن تمتلك إيران القنبلة الذرية. صحيح عند إسرائيل في حوالي 200 رأس يفترض أن أمريكا تخشى نفس الأمر. يعني إذا كان إسرائيل عندها 200 رأس نووي، ولكن رأس نووي واحد عند أي دولة من الدول الإسلامية أو العربية كفيل بلجم هذه الميتان رأس نووي. من هنا إذا لنتذكر موضوع باكستان وكيف أغار الطيران الإسرائيلي ودمر المفاعل النووي في باكستان، وأين باكستان عند خوف من هذه المسائل. في نفس الوقت اليوم إيران يعني تتشكل ضمن حلف معين في محور الشرق، تحالف مع روسيا، تحالف مع الصين، تحالف مع كوريا، كل هذه المسائل. ويرون هناك هم أيضا أن العالم كله يعني يتجه في اتجاهات متعددة، ليس من مصلحة إسرائيل ولا مستقبل إسرائيل ولا مصير إسرائيل أن تحدث مثل هذه المتغيرات العالمية التي تهدد وجودها نفسه. طيب أنا عشان مش متذكر الحدث بالفعل، مش متأكد منه، نراجع هذا الأمر بعد قليل مع حضرتك. أنا أظن تقصد عندما استهدف الطيران الإسرائيلي المفاعل الذي كان تحت الإنشاء في العراق وليس في باكستان. في باكستان وفي باكستان العراق وفي العراق أيضا ربما. طيب على كل حال نذهب مرة ثانية إلى معالي الوزير عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور لكم والمستمعين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني بعد تأكد نجاة السيد فؤاد شكر القيادي في حزب الله والمستشار العسكري للسيد حسن نصر الله، كيف تنظر لحجم الغارة الإسرائيلية وما أحدثته وما يمكن أن يتبع ذلك من رد فعل؟
لا شك يعني انه عمليه قام بها العدو الاسرائيلي كان منتظرا، هذه العمليه كانت منتظره على اعتبار ان نتنياهو منذ ان القى خطابه في الكونغرس الامريكي قال انه ذاهب الى اخر الطريق في حربه، وهذا يعني ان الضوء الاخضر اعطي له من قبل الكونغرس الامريكي من خلال التصويت الحاد ومن خلال الدعم. إذا إسرائيل تتجه نتنياهو بالذات يريد أن يخرج من المأزق الذي هو فيه، والذي بعد حوالي 10 أشهر يعني بعد أسبوع سنتم الشهر العاشر لم يحقق شيئا على الأرض من خلال الحرب سوى التدمير والتهجير وأيضا قصف كل شيء مدني. إسرائيل لم تحقق الهدف السياسي الذي أراده نتنياهو من خلال القضاء على المقاومة وأيضا تغيير المعادلة الديمغرافية في غزة. وعلى الجبهة اللبنانية التحذيرات التي كانت تطلقها إسرائيل والتهديدات والتهويل وكل شيء لم ينفع، وجدنا كيف أنها أيضا غرقت في المستنقع اللبناني من خلال عمليات النازحين الإسرائيليين من قراهم إلى الداخل الإسرائيلي. إذن اليوم نتنياهو يريد أن يصعد أكثر فأكثر من عملياته من خلال استهدافه كما تدعي إسرائيل لمسؤول عسكري في المقاومة. سيد عدنان اسمح لي أطرح على حضرتك رأي، يعني ليس بالضرورة رأي الشخصي ولا أتبناه، لكن رأيه يطرح وربما منذ فترة وليس فقط مؤخرا بكثرة. يعني يرى البعض أن المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة هي أن تعلن حماس يعني استسلامها، هل ترى في ذلك حلا للأزمة أم أنه وفقا لفهم العقلية الصهيونية الإسرائيلية وما فيها من انحرافات وتحريفات في المعتقدات هي لا تقبل استسلام، هي تجهز على المستسلم؟ يا عزيزي، أولا إسرائيل لا تريد السلام، والسلام الذي ترفعه سلام وهم. إسرائيل تريد الأمن قبل السلام، وقالوها مرارا قادة إسرائيل من 48 وحتى اليوم. ونتنياهو على رأسهم يقول السلام يتقدم في الأمن، يتقدم على السلام في الشرق الأوسط. إذن ما تريده إسرائيل سلام الأمر الواقع، ولا تريده هي السلام الحقيقي. إسرائيل دولة توسعية لها شهية كبيرة على القضم والضم، حتى لو قضت على حماس ولن تستطيع أن تقضي على المقاومة طالما هناك شعب فلسطيني. صحيح. له قضية، لا يمكن أن نختزل هذه القضية ولا يمكن أن نختزل شعب بأكمله. على إسرائيل أن تفهم اليوم وغدا وقبل، منذ عام 48 كل الحروب لم توفر لإسرائيل الأمن، ولن تنعم إسرائيل لا اليوم ولا غدا ولا في المستقبل بالأمن طالما هي تقوم على سياسة العدوان والاعتداء. ما فعلته اليوم في غزة هي عملية إبادة لم يشهد تاريخ مثلها، إبادة جماعية وإبادة عنصرية بكل المقاييس، ولكن لم تستطع أن تنتزع الإرادة من الفلسطينيين. هذه حقيقة. وأيضا في لبنان وفي سوريا وفي أي بلد عربي يتعرض للعدوان، إسرائيل في ورطة، في مأزق. نتنياهو يتصور أنه من خلال العمليات الحربية يستطيع أن يحقق هدفا ويقول للإسرائيليين أنني أنجزت إنجازا ونصرا بعد 10 أشهر. صحيح. لن يتحقق. صحيح. هذا الإنجاز. صحيح. وما قامت به إسرائيل ستلقى الرد المناسب بإذن الله. إن لم يكن غدا بعد غد بإذن الله. هذه هي المعادلة اليوم في المنطقة. على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية، بالقرارات الدولية. على إسرائيل أن تعترف أن هناك شعب عربي فلسطيني له الحق بالحياة. أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بشكرك سيد عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، شكرا جزيلا. وأعود لضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. وتساؤلي الأخير، إذن ربما يعني كما توقعنا جميعا من بدايات هذه الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة وعلى المحيط العربي، أن إسرائيل ماضية في غيها وفي حربها وفي عدوانها على الأقل حتى أجل مجيء الرئيس الأمريكي الجديد. يعني أنا أعتقد أن
نتنياهو يفكر على الشكل التالي: إذا لم يستطع في المرحلة المقبلة وبعد كل ما يجري من تطورات ومن حروب أن يثبت أركان الكيان الإسرائيلي ويقويه ويعززه مش بس على مستوى فلسطين بل على مستوى المنطقة، إذا لم يستطع ذلك فإن وجود إسرائيل سيكون في خطر أمام كل هذه التطورات التي نراها. نتنياهو يراهن على مجيء ترامب إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض، ولكن حتى لو جاء ترامب إلى سدة الرئاسة فهناك ما يسمى بالدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المسألة حتى الولايات المتحدة الأمريكية لديها مخططات معينة وحسابات معينة في المنطقة، صحيح أنها تلتزم بإسرائيل قلبا وقالبا وتسلحها، ولكن أيضا لديها مخططات معينة في المنطقة عند الصين والعملاق الصيني الذي لم يعد في مجال أمريكي لكبحه، وهناك روسيا وأوكرانيا، وهناك التحولات الجارية في أوروبا وحلف الأطلسي. لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو يفكر على هذا الشكل، ولكنني أرى من منطق تحليلي موضوعي أنه لن يستطيع أن يصل إلى هذا الهدف، ويعني فات القطار في موضوع تثبيت أركان الكيان الإسرائيلي كدولة كبرى في هذه المنطقة. ربما ما يفعله يأتي بالنتيجة العكسية طبعا. في تقدير البعض بشكل مؤكد صح. ويبقى هذا احتمال سنضطر لمتابعته مع قادم الأيام. بشكرك شكر جزيل الأستاذ محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا شرفتنا، وكل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله.